المعلم زيدان بده اياك. السلام عليكم. ولك عم بحكي معه. عم اقول لك المعلم زيدان بده اياك. يلا قوم. بدنا ننتشر بحيث نحاوطهم من كل النواحي. كتير منيح. بهالطريقة رح نربح عليهم بأقل الخسائر. برافو. شايف شلون؟ مراد صار هون معلم زيدان. ايوه. قرب لعندي لهون يا بطل. قرب لشوف. سمعت انك من ضيعة قرلي. مزبوط. حلو. كنت الإمام هنيك صح؟ لعم شو غبي. من قبل كنت عم تغسل عقول العالم. هلأ صرت عم تغسل أواعي. لا بقتلك هالشغلة كتير. اسمعني منيح ولك. في واحد بضيعتكم اسمه محمد. ايه عرفته. هلأ هو مترشح للمخترة. بس تنظيم ما بدهم ياه يصير مختار. بتروح على قرلي بتخلي محمد يتنازل عن الترشيح. ما بتوقع يسمع مني. يسمع أكيد بيسمع. أنا بعرف أنت إمام الضيعة والكل بيسمع منك. يلا روح ونفذ المهمة. يلا روح لشوف. انتبه منيح ولك. انتبه إذا غلطت بهالشغلة اعتبر أمك ماتت. فهمت علي؟ يلا روح روح لشوف. يلا بسرعة. يلا روح بسرعة. يلا لا تتأخر. يلا تعا تعا لشوف. تعا تعا لعندي لقلك. تعا اسمع منيح. بدك تروح وراه تتأكد إذا رح ينفذ المهمة ولا لا. إذا محمد ما وافق يتنازل عن المخترة أو صو خلاص منه. أمرك معلم زيدان. يلا لشوف. برافو عليك. أخ يا زيدان خاف مانك قليل. صرت خاف طبعا منك. بدك تخاف. إن شاء الله تكون رجعت. خالتي خالتي شكراً.